الذي يريده هذا الغرب تحديدا من هذه الحرب التي تشن على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين؟ ما يريده الغرب يريد اسكات اي اصوات منتقدة أو قد تشكل خطر على إسرائيل. الغرب يشتغل من عقدتين. أول شيء علينا نفصل الموقف الأمريكي. الأوروبيين دائما يتبع الموقف الأمريكي، والاتحاد الأوروبي هو تابع للولايات المتحدة، وشاهدنا مواقف متشابهة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا كلها، باستثناء الموقف المتميز أتى فقط من إسبانيا، كان هنالك موقف متوازن أكثر. لكن بشكل عام الأوروبيين دائما ينتظروا وينظروا لأمريكا ويتبعون ما تقوم به أمريكا. عندما زار الرئيس الأمريكي، وأنا متأكد لو لم يأتي بايدن إلى تل أبيب لما جاء سوناك ولم يجيء الرئيس الفرنسي الذي يذاع أنه مقبل على زيارة مشابهة، كلهم الآن يتبعون ما تقوم به الولايات المتحدة، وهم بالتالي بشكل مباشر وغير مباشر يتحملون مسؤولية الذي يحصل، لأنهم يعطون دعم غير محدود ودعم بدون أي استثناء وبدعم بدون أي شروط، وبالتالي إسرائيل ستقوم ما تقوم به. وأعتقد الدم الفلسطيني ودم الأطفال والنساء والأبرياء الذي يسقط بيد هؤلاء الرؤساء، وللأسف يعني الدول العربية كذلك هي في أغلبها تابعة لهذا النظام العالمي.